السلام عليكم ومرحبا بكم ناس الجيسكا. اسمه بن شيخي يرشح الوداد على بها تفوز على شبيبة القبائل في حصص بالمكشوف البارحة. هو ورشيد عبد رشحوا الوداد للفوز على الشبيبة. ما هي الأسباب وش رأيكم فيما قالوا؟ لايك الفيديو، أبوني في القناة واتركونا تعليق. اسمعوا وش قالوا. أنا نظن كي نشوف الماتش آلي وداد مع جيسكا، انا شفت الماتش هذاك لاناليز تاعي، شفت المقابله بلي الوداد كانوا يحوسوا يجريوا على الماتش نول جيراوا جوسكا مش عارف شحال بقات لافا كي ماركاو جيسكا. من بعد تما اللي بان اللعب لو فري فيزاج تاع الوداد، حوسوا ايتاليزيو كرياو بوكو دوكازيون بنت جيسكا سجلت على داك عن طريق سويال. تما ما تناولوا لو سكور دكتور. المقابله روتور سي كاستيون دونور الوداد. انا جو بونس كو الوداد الفا جوي ولا لعبت لو فري جو تاع بور غاني. جو ديري كو اي سون ان بو فافوري على جياسكا. وجياسكا تعادل يكفيها، ممكن تحقق تعادل تحت المرتبه الاولى. ايه ممكن بيان سور. تنجم فوتبول فيه دي سيم. حنا انا جو بارلو لا لوجيك. لا لوجيك فافوري سي الوداد، ان بو فافوري الوداد. رشيد نظن باللي لو كان شبيبه يلعبوا كيما بيترو اتليتيكو ما شكيتش يديروا النتيجه، لان نقولوا استجى هذاك البيت باسكو المردود تاعهم كان هزيل جدا. بالبارح سمعت ديكلاراسيون تاع المدرب حمدي، قال لوبجيكتيف برينسيبال تاعنا هو المانتيا. هذا هو لوبجيكتيف برينسيبال تاعنا. شغل اون كالكو سورت الى بريباري لي جوار دون مانيير بسيكولوجيك بلي كوم كوا ني فو كاسي با ترو لا تيت. خاصه انا نعرف ان الوداد البيضاوي فوق ارضيه ملعبه امام جماهيره الغفيره في ملعب حمد الخامس راح يكونوا حوالي 60,000 متفرج. صح هكا برك، ما قالش هكذا، قال لوبجيكتيف تاعنا. لا قال لوبجيكتيف تاعنا هو الفوز في المغرب. وثانيا عاود سؤال واحد اخر على البطوله، قال بيان سور البطوله تبقى هي الاهم. لوبجيكتيف تاعنا قال لوبجيكتيف سي دو غاني ماشي ماتش اللي يكفيه. احنا شتوري فات واش قال؟ نعم نعم عليه ميرسي سامي. واش قال حمدي في الندوه؟ تكلم وسي على لوبجيكتيف تاع الشامبيون. قال لوبجيكتيف تاعنا في سؤال واحد اخر. نعم نظن باللي نتمناو باش الشبيبه تروح مو ماتش نول. انا كش في